بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات المشاركين معنا والمتابعين، فجزى الله الجميع كل خير. وهذا من الأعمال الجليلة التي يقدمها الإخوة الكرام في ديوانية آيات، لا سيما ونحن في أيام معظمة ومفضلة، وهي أيام شهر رمضان، الشهر الذي عظمه الله تعالى وفضله وخصه بإنزال القرآن فيه. فهذه نعمة عظيمة على الإنسان أن يدرك هذه المواسم الطيبة المباركة ويتزود فيها بالطاعة والعبادة وتلاوة القرآن الكريم. فحي الله الجميع ومرحبا بكم في هذا اللقاء. وكما هو معلوم عن أخلاق وآداب القراء، لأننا في شهر القرآن، وهذا الشهر العظيم هو الذي أنزل الله تعالى فيه هذا القرآن، فكان ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يهتموا بآداب التلاوة وأخلاق القرآن الكريم حتى ينالوا بذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. وأنا سأتكلم الآن في البداية عن آداب التلاوة، ثم أعرج بعد ذلك على أخلاق قارئ القرآن. وكل محور من هذه المحاور له مجالات وعناصر محددة سأذكرها على وجه الاختصار وأعلق على بعضها. أول آداب قارئ القرآن أنه يستحب لقارئ القرآن، فكلمة يستحب لها معنى، أنه يستحب لقارئ القرآن أن يكون على وضوء، لأنه يقرأ أفضل كلام وهو كلام الله جل وعلا، وأن يقرأ كذلك القرآن الكريم بخشوع وسكينة ووقار واحترام وتعظيم، لأنه يقرأ كلام الله جل وعلا. هذا من الآداب. ومن الآداب أيضا أن المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن فعليه أن يتعوذ في بداية قراءته استجابة لأمر الله تعالى القائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إن بعض العلماء أوجب الاستعاذة، هذا في بداية القراءة. لكن إذا قرأ من أول السورة بداية من السورة فعليه أن يبدأ بالبسملة، أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مطلع كل سورة سوى سورة براءة، لأن هذه السورة الكريمة نزلت بالسيف، فلا يناسب أن تكون فيها البسملة. إذن هذا من آداب التلاوة. وأيضا من آداب التلاوة هو إعطاء التلاوة حقها. نحن نقرأ في القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ينبغي أن نقف عند كلمة حق تلاوته. بعضهم يتكلم على حق التلاوة من حيث الأحكام والتجويد، وهذا أمر طيب لا بأس فيه، لكنني أقول إن حق التلاوة يشترك فيه ثلاثة في جسد الإنسان: أولها اللسان، ثم العقل، ثم القلب. ركزوا معي: اللسان والعقل والقلب. وحق اللسان في التلاوة، حق اللسان في التلاوة أن يتلو القرآن قراءة مرتلة، بمعنى أنه يعطي كل حرف حقه ومستحقه من الأحكام التجويدية، على حد قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، بمعنى أنه يقيم الحروف إقامة صحيحة، بكل حرف له مخرج خاص به. ولما سئل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يمد لفظ الجلالة بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وابن مسعود لما رأى رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، والمفصل على خلاف أنه يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، فقال له: أهذا كهذ الشعر؟ إذن هذا هو حق اللسان. والثاني وهو
حق العقل. وما هو حق العقل في هذه التلاوة؟ هو التدبر لهذا القرآن الكريم، لأنه كلام الله، والله تعالى أمر بتدبره، ولأنه المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وذلك بأن يشغل القارئ، أن يشغل قارئ القرآن قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وأحاسيسه وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة ونجاة من العذاب. ولذلك قال الله تعالى آمرا بهذا التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأ، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا حق العقل. وأما حق القلب الذي يشترك في التلاوة، هو أن يتأثر القلب ويتعظ وينزجر بهذا الكلام الذي يتلوه، يتأثر بآيات الله، يتأثر بالقرآن الكريم وعدا ووعيدا، فيحزن ويبكي لآيات الوعيد فزعا ورهبة وهولا. والله تعالى يقول: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يعني متأثر عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل وعلا. وهذه صفة المسلم، أن يتأثر بكلام الله جل وعلا. ومن آداب التلاوة أيضا أن يحسن القارئ صوته بالتلاوة، فإن القرآن زينة للصوت، والصوت الحسن له وقع في النفس. وفي الحديث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة الذين أعطاهم الله تعالى الصوت الحسن، من ذلك أبي بن كعب، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقرأكم أبي. ولما سمع قراءة أبي موسى الأشعري تأثر منها النبي صلى الله عليه وسلم لحسن وجمال صوته. وقال أيضا عن عبد الله بن مسعود: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. وأسيد بن حضير، أسيد بن حضير كان قارئا، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأيضا من آداب التلاوة أن يجهر القارئ بقراءة القرآن إذا كان في بيته أو في مكان ليس عنده في أحد، يجهر بالتلاوة، لأن الجهر بالتلاوة فيه فوائد عظيمة، منها إيقاظ القلب، تجديد النشاط، وانصراف السمع إلى القراءة، وتعدي نفعها إلى السامعين إذا كان فيه ناس يستمعون إليه، واستجماع المشاعر، يعني تكون مشاعره مستجمعة للتفكير والنظر والتدبر. لكن إذا خشي الرياء فعليه أن يقرأ بصوته، بصوت خفي. وأما إذا كان في المسجد فلا يرفع صوته حتى لا يشوش على إخوانه المسلمين في المسجد الذين يقرؤون القرآن مثله في ذلك. وأيضا من آداب التلاوة وهو تعاهد القرآن الكريم، بمعنى أن الذي من الله تعالى عليه بحفظ القرآن وتلاوته، فإن من أسرار القرآن وإعجازه أنه يتفلت إذا لم يتعاهد فيه صاحبه. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من نسيان القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وجاء في رواية أخرى: لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. وهذا الحديث عند البخاري.
البخاري ومسلم. وجاء في بعض الروايات تعاهد هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، يعني من الإبل. وإذا كان الله تعالى قد أنعم عليك أيها المسلم بهذه النعمة، وهي نعمة القرآن العظيم التي أعطاك الله إياه، فأنت مأمور بالمحافظة على هذه النعمة ورعايتها والمداومة على لزومها وترك هجرها. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار تذكره، وإذا لم يقم به نسيه. إذن حفظ القرآن من أعظم النعم على العبد، فعليه أن يحافظ على هذه النعمة بالمذاكرة والمداومة وقراءة القرآن والمواظبة على تلاوته، وأن يطلب من نفسه المذاكرة به حتى مع من يريد من زملائه وأصحابه في ذلك. هذا ما يتعلق بآداب التلاوة. وأدلف الآن إلى المحور الثاني اختصارا للوقت، وهو أخلاق قارئ القرآن. أخلاق قارئ القرآن، ما هي أخلاق قارئ القرآن؟ أحصرها في نقاط محددة حتى يتضح المقام ويعرف القصد من ذلك. أولها الإخلاص لله تعالى في القراءة وطلب الثواب منه، لأن القرآن قراءته وتلاوته عبادة، والله تعالى أمرنا بأن نخلص له في كل عبادة، قال سبحانه: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن ذلك أيضا مما من أخلاق قارئ القرآن صحة المعتقد والثبات على العقيدة الصحيحة في كل أقواله وأعماله، لأن القرآن الكريم هو كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب أخلاق وكتاب معاملات. وعلى المسلم أن تكون عقيدته سليمة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما سار عليه الصحب الكرام. ومن ما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن من الأخلاق أيضا تعظيم السنة، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام. لأنك أيها القارئ للقرآن تقرأ في القرآن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتقرأ في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتقرأ في القرآن أيضا: واتبعوه لعلكم تهتدون. وتقرأ في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا. فقارئ القرآن يطبق ما قرأه في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مما ينبغي على قارئ القرآن أن يتخلق به البعد عن أصحاب الحزبيات والجماعات المخالفة الذين يضللون الناس وهم أصحاب أهواء وأتباع. ولذلك فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي السبل؟ السبل هي الضلالات، هي الضلالات التي وقع فيها بعض الناس. ولأن المسلم يسير في تدينه وعبادته وفق منهج أهل السنة والجماعة، فيلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يخرج عن ذلك، لأن الله تعالى أمر به فقال: واعتصموا بحبل الله. وما هو حبل الله؟ حبل الله هو لزوم جماعة المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيبتعد عن الحزبيات والجماعات المخالفة والفرق الضالة في هذا. والأصل هو الاتباع، الأصل هو الاتباع للقرآن الكريم والسنة على منهج السلف الصالح. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى يحذر قارئ القرآن ويحذر عموم المسلمين:
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني فرقا متفرقين لست منهم في شيء، نفى عن هذا أنهم يكونوا من أتباعه، لست منهم في شيء. وفي قوله تعالى أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا وعيد شديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو دين الله ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما هو الحال ولله الحمد في بلادنا، فنحن على منهج الكتاب والسنة وعلى السير على منهج السلف الصالح. وأيضا مما من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في هذا أن يكون على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه مع جماعة المسلمين وإمامهم، وقد تقدم الكلام على هذا. ومن ذلك أيضا التحلي بأخلاق القرآن، التحلي بأخلاق القرآن، لأن القرآن كما هو كتاب عقيدة وعبادة هو كتاب أخلاق وسلوك، لأن القرآن يهدي إلى التي هي أقوى. وأخلاق القرآن أصول الأخلاق موجودة في القرآن، وينبغي أن يعلم أن جميع الأخلاق التي جاءت في القرآن الكريم هي مرتبطة بالإيمان بالله. مثال ذلك الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ومثال الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خلق التقوى وخلق الصدق. أيضا الأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أيضا الوفاء بالعهد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهكذا حتى في المبايعات والمشتريات والمعاملات وغيرها مبنية على الأخلاق الفاضلة، فلا غش ولا تدليس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية. الشاهد أن الله تعالى يصدر الأخلاق بالإيمان بالله، لأن الإتيان بهذه الأخلاق هو من كمال الإيمان. ولهذا فإن هناك آية جمعت الأخلاق كلها سواء في العقيدة أو في العبادة أو في التكافل الاجتماعي أو في الأخلاق، وهي آية تسمى بآية البر في سورة البقرة. أذكرها أنها في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هذه العقيدة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال، هذا تكافل وتضامن، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، عبادات، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم، أخلاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إلى آخر الآية، كلها مبنية على هذه الأخلاق. وأيضا مما ينبغي، لكن مسألة الأخلاق يا إخوان أنا أؤكد عليها لأننا نعيش في أزمة أخلاق، هذا واقع ينطق به، ينبغي أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة مع كل من نواجه حتى نعكس لهم الصورة الحسنة بأن أهل القرآن على خلق عالي، فهو لا يقابل السيئة بمثلها وإنما يدفع السيئة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، لا سيما في هذا الشهر الكريم، فإن المسلم عموما وقارئ القرآن يحافظ على صيامه وعبادته من أن يجرحه بشيء من سيء الأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا الصائم من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسلم يحافظ على عبادته ومنها الصيام بأن لا يجرحه بشيء، حتى لو سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، إني صائم. هذا الرد الإسلامي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وينبغي أن يكون عليه خصوصا قارئ القرآن الكريم. ومما ينبغي على قارئ القرآن يتحلى به الرجوع إلى كتب التفسير، الرجوع إلى كتب التفسير لمعرفة معاني الآيات والاعتناء بالغريب، بغريب الآية. قارئ القرآن إذا قرأ لابد أن يعرف المعاني، لا يقرأ قراءة ولا يعرف، قد يكون القرآن حجة عليه. هو صحيح قد يستفيد من التلاوة وله أجر عظيم، لكن عليه أن يتزود ويرفع الجهل عن نفسه. بعضهم يعتني بأحكام التجويد ويعتني بحسن النطق لكنه جاهل في معاني الآيات،
وهذا ما ينبغي على قارئ القرآن أن يكون عنده شيء من العلم. إذا قرأ مثلا في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أو في كتب الغريب القرآن الكريم ليعرف معاني الآيات حتى يكون على معرفة بما يقرأ. ولذلك التدبر للآيات من أهم الأمور في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو غيرهما فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن يقرأ كتاب الله تعالى الذي به هداه وبه يعرف الحق والباطل والخير والشر؟ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا يحصل منها المقصود، إذ اللفظ يراد به المعنى. وقال أيضا كلام نفيس: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. وقال أيضا الكلام لشيخ الإسلام: من تدبر القرآن وتدبر ما قيل أو ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد، وعرف الهدى والرشاد والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والإعوجاج. وتلميذه ابن القيم أكد على هذا المعنى بقوله: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق نظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، إلى آخر ما قال رحمه الله. وأيضا مما ينبغي على قارئ القرآن أن يتزود به من الأخلاق، إذا قرأ القرآن أن يتزود من الطاعة والعبادة والجد في عمل الآخرة. هو يقرأ في القرآن قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ويقرأ في القرآن: وللآخرة خير لك من الأولى، ويقرأ في القرآن: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إلى آخر الآية. وقال: ويقرأ في القرآن: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وهكذا. إذا قرأ مثل هذه الآيات بادر إلى التزود من الطاعة والعبادة، لأن الإنسان ما خلق للدنيا، خلق للآخرة، لكنه يعبر الدنيا بالعمل الصالح والعبادة. يقول عمر رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الزمان بجنبه، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع الله عليهم وهم يعلمون. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فكأنه يقول: نحن لنا الآخرة، والتزود من الأعمال الصالحة هو الأصل في قارئ القرآن. فقارئ القرآن يتزود بهذا القرآن من الطاعة والعبادة. وجاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار. فيطبق هذا المسلم ما قرأه في كتاب الله. ومن الأخلاق أيضا الصبر على تعلم القرآن، على تعلم القرآن وحفظه وتعليمه والجلوس لذلك ومدارسته وتدبره واتباعه وتعاهده. ما يقرأ ثم يهجر القرآن، كل يوم هو غذاء للقلب، القرآن غذاء للقلوب، فلا بد من الصبر على تعلم القرآن. ولهذا يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، يعني أنه يسأله عن هذه الآيات. ويقول شعبة أبو بكر بن عياش وهو من القراء 7، هو راوي عن عاصم الكوفي، يقول: اختلفت على عاصم نحو من 3 سنين
في الحر والشتاء والمطر، يعني يأتيه في كل وقت صابر. وابن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة قيل 6 سنوات وقيل 8 سنوات. ومن الأخلاق أيضا أن من آتاه الله تعالى القرآن أن يفرح به غاية الفرح، أعظم من فرح الغني بغناه وأعظم من فرح السلطان بسلطانه. والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفضل الله في السر بأنه القرآن الكريم. وأيضا من الأخلاق المبادرة إلى حفظ القرآن وقت الشباب حتى يثبت هذا القرآن في قلب هذا المسلم. ومن أخلاق القرآن سلامة الصدر من الأحقاد ومن الغل والحسد. وأيضا من أخلاق القرآن اختيار الجليس الصالح، فإنه يعينك على العمل الصالح ويذكرك إذا نسيت. والجليس الصالح في هذا الزمان هو عنصر هام في هذه الحياة، يعين الإنسان على تحقيق مطالبه في الحياة في فهم القرآن ومدارسته. ويكفي أن جبريل دارس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في رمضان، كان يعارضه في كل ليلة من رمضان، وهذا قدوة لنا في هذا. وينبغي لقارئ القرآن ألا يخالط إلا من يفيده ويستفيد منه. وأيضا على قارئ القرآن أن ينشر الرحمة بين الناس، أهل القرآن أن ينشر الرحمة بينهم، ويبتعد أيضا عن النزاعات والجدل الذي لا فائدة فيه. وعلى قارئ القرآن أيضا من الأخلاق أن يتهجد به في الليل ليثبت هذا القرآن في قلبه، ويتزود من العلم ومعرفة الأحكام ومعاني القرآن. وأيضا من أخلاق قارئ القرآن أن يتميز عن غيره، أن يتميز قارئ القرآن عن غيره من سائر الناس، كما قال ابن مسعود في كلمة جميلة رائعة، يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، إلى آخر ما قال. يعني يتميز بالأدب والوقار حتى يعطيه الله تعالى الحكمة ويضع في قلوب الناس محبته وتقديره. وأيضا من الأخلاق المحافظة على الوقت وإشغاله بكل عمل نافع ومفيد. ومن أخلاقه أيضا أخلاق قارئ القرآن أن لا يخالف قوله عمله، بل يكون هو مثالا وقدوة لغيره في ذلك. وآخر هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها معرفة الثواب المترتب على قراءة القرآن إذا كانت بصدق وإخلاص. والله تعالى قد وعد بالأجور العظيمة على تلاوة القرآن، فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن ذلك بالتفصيل في الأجر المترتب على قراءة القرآن الكريم بقوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، فعلى كل حرف 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. أختم حديثي بأنني أوصي ببعض الكتب النافعة والمفيدة في هذا الباب، منها كتاب نفيس اسمه أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري المتوفى 363 من الهجرة، فهذا كتاب نفيس ومهم جدا، من قرأه استفاد منه. وأيضا كتاب للنووي وهو آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن. على المسلم أن يأخذ هذا الكتاب والكتاب الذي قبله ويستفيد منهم ويقرأهما، لعل الله أن ينفعه بما فيهما، ويجتهد في الإخلاص وصدق النية في قراءته للقرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم جميعا والمستمعين والقائمين على هذه الديوانية المباركة، أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعظم لنا جميعا الأجر والثواب، ويجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود نبينا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير،
وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته ويجمع على أيديهم كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين جميعا الأمن والأمان والاستقرار والاجتماع، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، وأن يمكن لهم ويردهم إلى أهلهم وبيوتهم سالمين غانمين منتصرين. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دكتور عبد الله، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، أمتعني جدا حديثك صراحة، وعندي كان سؤالين إذا تسمح لي، وأيضا في بعض الإخوة الكرام أبو معاذ طالب المايك حول الموضوع إن شاء الله الدقائق ويكونوا موجودين معنا. اللي عندهم أيضا أي تساؤلات يليت يطلب المايك، يعني متبقي معنا وقت تقريبا نصف ساعة، فالأسئلة متاحة للجميع. دكتور عبد الله، كأن ما ذكرته يعني كم يتمنى الإنسان المسلم أنه يجد هذه الأخلاق موجودة في الجميع، وأعتقد أيضا دكتور أن القرآن الكريم يساعد الإنسان على اكتساب هذه الأخلاق، يعني حتى يعني أنت ذكرت أنه هذه المفترض تكون أخلاق القارئ، ولكن القريب من القرآن الكريم القرآن يساعده على اكتساب هذه الأخلاق وتطوير نفسه للأفضل دائما. اعتقادي أعتقد أنه سليم. التساؤل اللي عندي في بداية الطرح اليوم تطرقت لموضوع الوضوء أنه مستحب، فالسؤال يا دكتور عبد الله، يعني أنا من الناس مثلا اللي مقتنع أني ما أقدر أمسك القرآن الكريم أو أقرأه إلا إذا كنت متوضئ، فمتى يكون مستحب ومتى يكون واجب علي الوضوء؟ ممكن توضح لنا هذه النقطة دكتور إذا ما عليك أمر. نعم، هذه المسألة يعني مسك المصحف هذا في خلاف بين أهل العلم، أنه لا يمسه إلا طاهر، لقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، استدلوا بهذه الآية. وبعض العلماء يقول إنه لا يشترط الحدث الأصغر في هذا، لكن أما الحدث الأكبر فإنه لا يجوز بإجماع أهل العلم. والأصل في هذا أن احتراما لكتاب الله جل وعلا وتوقيرا لكلامه، أن الإنسان إذا أراد أن يمسك المصحف يكون على طهارة، لكنه إذا أراد أن يقرأ من صدره حفظا فهذا لا يشترط في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله في هذا. نعم، واضح جدا يا دكتور، شكرا على التوضيح الله يحفظك. معنا أبو سامي، إذا أبو سامي عنده تساؤل أو مداخلة تفضل يا حبيبي أخوك، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، وأكبر الدكتور عبد الله يجزاه خير كل عدل ودين. الله الثواني أبو سامي الله يحفظك. دكتور عبد الله، بس لو تسوي المايك ميوت كتم فقط إلى ما أساس ما تتداخل الأصوات مع بعض، بعد إذنك يا دكتور تفضل. أبو سامي الله، أنا مريض كلى ولله الحمد والمنه، وغسل اليوم ومنعوني الأطباء عن الصيام ولله الحمد، والله أني صوم منه يعني يوم صوم ويوم أغسل، وأسأل الدكتور عبد الله يجزاه الجنة هو من يسمع وش أقرب يعني النتيجة، يعني قالوا ما تحمل الصيام ولله الحمد. طب وطبعا سؤالك خارج يعني خارج نطاق عنوان المساحه، اذا الدكتور عبد الله عنده حابب تجاوب تفضل. اجيب عليه. نعم اجيب عليه. نعم، بس ابو سامي قفل المايك الله يحفظك. ابو سامي قفل المايك بس واستمع الدكتور عبد الله اجابه على تساؤلك. ابو سامي قفل المايك تفضل يا دكتور الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى عندما شرع العبادات لم يشرعها ليكلف خلقه بها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل جاءت الرخصة للمريض في آيات الصيام في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإذا كان الأطباء قد قرروا وقالوا لك إن الصيام قد يضر بك فلا يصح لك أن تصوم وتلقي بنفسك إلى التهلكة، فالله تعالى قد رفع عنك الحرج، ولك أن تطعم عن كل يوم مسكينا في الأيام التي لم تصم فيها، فأنت تأخذ برأي هؤلاء الأطباء ثم تعمل بالرخصة التي آتاك الله إياها في هذا حتى لا تلقي بنفسك إلى الضرر. نعم، شكرا دكتور عبد الله على التوضيح. أبو سامي أسأل الله لك الشفاء العاجل يا حبيبي، وإن شاء الله نشوفك في وضع أفضل وصحة أفضل. طيب ننتقل الله يسلمك. أنا طيب ولله الحمد والمنة، وأنا أكتب الأجر على الله اللي خلق النفس إنه يأخذه راضي عنه، والله يتوب علينا وعليكم جميع وساحتكم طيبة
وانتم كلكم طيبين، لا المستمع لا المتحدث، بيض الله وجهك. تسلم تسلم ابو سامي، الله يجعلنا عند حسن ظنك دائما، حسن ظن الجميع، والله يعافيك يا رب العالمين. اخونا الاخ رضا موجود معنا، عندك تساؤل حول عنوان مساحتنا اليوم؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله هو الكريم، اهلا وسهلا. استكمالا برضو للسؤال اللي انت سالته ان شاء الله، وفي برضو عايز توضيح برضو من فضيله طيب عبد الله. اتفضل في الجزئيه الاولى، بعد اجابه الدكتور عبد الله ننتقل للسؤال الثاني اخوي رضا. ان شاء الله يعني مثلا انا في يوميا ببقى في مقرأة وببقى ماسك المصحف، ف يعني المقرأة بتبقى ساعة ونص ساعتين، ممكن احدث وانا موجود يعني قاعد يعني غازات بتاع كده، هل ده بيبقى اسم عليا وانا حامل المصحف؟ واضح واضح دكتور عبد الله، تساؤل نعم اخونا نعم رضا، تفضل. هو يقول انه يحمل المصحف يجلس يقرأ بالساعة والساعتين ثم يذهب يحدث. انا ارى في هذه المسألة أقول إن إذا أحدث، إن استطعت أن تجدد الوضوء، أن تجدد وضوءك فهذا حسن، وإذا كان ذلك يشق عليك في تجديد الوضوء فلا حرج إن شاء الله على قول بعض أهل العلم، إذا لم يكن حدثا أكبر، إذا كان حدثا أصغر فلا شيء في ذلك على قول بعض أهل العلم إن شاء الله. نعم جميل جدا سؤالك أخوي رضا الآخر، الله يحفظك. وأتمنى أيضا اللي عندهم تساؤلات حول الموضوع يطلب المايكات، يعني ما زال المساحة فيها وقت، الله يحفظكم. رضا تفضل سؤالك الثاني وافتح المايك لأني قفلته عليك، تفضل أخوي رضا. شكرا يا باشمهندس. تفضل حبيبي. بالنسبة لحضرتك اللي ذكرته عن آداب القراء، ده قاصر بس الآداب وأخلاق القراء على قارئ القرآن اللي هو الإمام أو الداعية، ولا على كل المسلمين، على كل من يقرأ القرآن، على كل من يتعلم القرآن؟ هو الآداب ديت لكل الناس ولا قاصرة على القراء فقط؟ نعم واضح السؤال. الخصوص هنا لمن أنعم الله تعالى بقراءة القرآن، فبين عندنا خصوص وعموم. هذه الأخلاق التي تقدم ذكرها هي من كلام أهل العلم المستمد من القرآن والسنة، وهذه ينبغي أن تكون من جميع المسلمين من الرجال ومن النساء، لكن قارئ القرآن له خصوصية الله تعالى أعطاه من الأجر والثواب، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالأجور، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها أو تقرأ عندها. معناه أن آخر كلما يقرأ المسلم القرآن كثيرا ويكرره فآياته آلاف، فيصل إلى آلاف الدرجات في هذا الكلام، على وجه الخصوص لأهل القرآن وعلى وجه العموم لعامة المسلمين بهذا الأمر. نعم جزاكم الله خير، شكرا جزيلا أخوي رضا، وشكرا لوجودك معنا، الله يحفظك. أنا فقط قبل لا أنتقل عندي تساؤل بسيط أيضا مع الدكتور، ونستضيف أخونا عبد الله إذا عنده تساؤل. أحب أذكركم ب يعني بمتابعة مؤسسة حساب آيات الوقفية، إن شاء الله كل يوم إلى يوم 20 رمضان أو 19 رمضان عندنا مساحة بضيف رائع نتعلم ونستفيد منه. وأيضا شكر خاص جدا لراعي ديوانية آيات الماجد للعود، شكرا على رعايتهم، لرب دائما نكون حسن ظنكم. وأنتقل إلى تساؤل أخونا عبد الله، أخوي عبد الله موجود معنا؟ عبد الله إيه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم، تفضل سؤالك حبيبي. مساكم الله خير جميعا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين. سؤالي آمين يا رب العالمين. للشيخ الكريم، نصيحتكم وتوجيهاتكم للقراء في موضوع، أو الأئمة بشكل خاص في موضوع الرياء والإخلاص، وكيف يوفق بين يعني مراعاة المأمومين، أيضا بين نشر التلاوات في وسائل التواصل، ويعني كيف يوفق بين هذا وهذا؟ جزاكم الله خير. نعم واضح. أجيب. تفضل دكتور، لك المايك الله يحفظك. نعم. سؤال أخونا عبد الله واضح، أعتقد تفضل. الأئمة الذين يؤمون المسلمين في الصلوات الفريضة أو النافلة كصلاة التراويح، علينا وعليهم جميعا أن نستشعر هذه الأمانة وهذه المسؤولية. الصلاة التي يؤديها الإمام عبادة، والقراءة التي يقرأ فيها القرآن الكريم أيضا عبادة، فعليه أن يستشعر هذه العبادة ويحقق فيها الإخلاص لله جل وعلا.
لأن الله تعالى لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا، وقد قال الله تعالى في شأن العبادة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويحرص غاية الحرص على البعد عن طلب الشهرة أو السمعة أو الثناء من الناس، فإنه إذا كان قلب هذا الإمام سليما وصحيحا ونيته سليمة فإن الله تعالى سيظهر شهرته ويعلي مكانه في قلوب الناس، لكنه إذا أراد تطلبها فإنها ستكون بعيدة عنه، وربما يكون في شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحسن الظن بإخواننا الأئمة الذين يؤمون المسلمين، نقول جزاهم الله خيرا، هم يقومون بدور عظيم ويقومون برسالة عظيمة في القيام بهذه الأمانة وإسماع الناس كلام الله جل وعلا، ويبتعدون عن وسائل التقنية والحديثة. ولذلك وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت توجيها موفقا في أنه لا ينبغي أن الإمام يسجل صورته وصوته ثم ينشره للناس، يترك هذه الأمور ويطلب الإخلاص من الله، لأن جاء في بعض الأحاديث: اللهم أصلح أعمالنا ونياتنا وقلوبنا، فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى ما في القلوب، ينظر إلى ما في القلوب. إذا صلحت القلوب صلحت جميع جوارح الإنسان، وأعلى الله تعالى شأن هذا الإمام بين الناس إذا صدق مع الله وأخلص لله جل وعلا. أنا أشكر الأخ السائل في هذا، لأننا وأنا واحد من الأئمة في المساجد نحتاج إلى مثل هذا التنبيه والتذكير، فجزى الله الجميع خير الجزاء. شكرا لك أخونا الغالي أستاذ عبد الله ودكتور عبد الله على تجاوبك. إذا تسمح لي دكتور، أنا عندي أيضا تساؤل بالنسبة، أنا تعودت دائما أو تربيت على أن يعني أقرأ القرآن مثلا وأنا أتجه إلى القبلة، لكن أحيانا هل يوجد علي إثم إذا قرأت القرآن وأنا يعني على سريري مثلا أبغى أنا مثلا نمسك المصحف وأقرأ القرآن؟ هل هذا يعتبر شيء جيد، سيء، مستحب، محرم، مكروه؟ ممكن توضح لنا هذه الجزئية؟ هم ذكروا سلمكم الله، ذكروا أن هذا من آداب التلاوة، استقبال القبلة هو من آداب التلاوة وليس بأمر واجب، هو من آداب التلاوة. إن استطاع الإنسان أن يتوجه إلى القبلة في قراءته، مثل ما يكون المسلمون الآن في المسجد يتجهون كلهم إلى القبلة ويجلسون يقرؤون القرآن، فإذا لم يتيسر لذلك أو فيه مشقة أو حرج على الإنسان فإنه يقرأ القرآن في أي جهة كانت، في أي جهة كان، ولا حرج في ذلك. نعم، جميل جدا دكتور. طيب بالنسبة للمسواك، يعني هل أنا قرأت في بعض المقالات يقول لك أيضا المسواك شيء جيد قبل القراءة، هل في توصية على هذا الأمر؟ أيضا هذا من الآداب، لكن لم توسع في ذكر الآداب، وقالوا إنه يعني متى يستاك الإنسان في أوقات معلومة، ومن هذه الأوقات هي عند قراءة القرآن الكريم، لأن السواك يطهر الفم، وأيضا عند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وهكذا. لكن الإنسان إذا استاك قبل أن يقرأ هذا لا شك أنه من السنة ويستحب للإنسان وليس بواجب، لأن أغلب الناس لا يوجد معهم مساويك، إنما الموجود معهم سواك أن يبدأ به ويلوك به أسنانه ليكون هذا من المستحبات. نعم، جميل جدا. طيب شيخ عبد الله، اليوم أنت في تحدثت عن آداب القراء، جميل، هل هناك خلينا نقول آداب المستمع أو المستمعين؟ حتى لو أنا دخلت المسجد وشاهدت قارئ يقرأ بهدوء مثلا بدون صوت عالي مثل ما تفضلت بحيث أنه ما يسبب إزعاج، هل في آداب لابد اتباعها أنا كمستمع، أو أنا واثق إنه هذا الشخص جالس يقرأ القرآن وإن كان بسره؟ يا ليت لو تنوه لنا عن هذه النقطة إذا سمحت. نعم، الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع لقراءة القرآن أمر مندوب إليه أيضا، ولهذا الله تعالى أثنى على من يستمع القرآن، الذين يستمعون والذين ذكر في سورة الزمر أيضا فضل
والأجر على من استمع القرآن ثم عمل به. النبي عليه الصلاة والسلام استمع، كان يمر في طرق المدينة ووجد أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يقرأ، فاستوقف النبي صلى الله عليه وسلم لحسن صوته وجماله، حتى قال له من الغد: لقد كنت أستمع إلى تلاوتك وقد آتاك الله مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو كنت أعلم يا رسول الله لحبرتها لك تحبيرا في هذا. فالمسلم إذا استمع إلى قراءة القرآن فإنه يشترك في الأجر والثواب أيضا، لا سيما إذا كان هذا القارئ الذي يقرأ قراءته حسنة وجيدة، فإذا استمع إليها فإنه سيكون مأجورا في استماعه لهذه التلاوة، فلأنه إذا استمع لهذه التلاوة ربما يتأثر بقراءاتها. إذا كان غير المسلم قد تأثر بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالمسلم؟ هذا جبير بن مطعم كان على الكفر، فمر بأروقة المدينة حتى وصل إلى المسجد النبوي واستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر، وهو يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال: خلعت فؤادي، فأسلم بدون أن يدعوه أحد، فتأثر بسماع هذا القرآن الكريم. فما أشرت إليه أخي الكريم أنه مطلوب استماع القرآن. وكم من إنسان يستجذب قلبه استماع القرآن فيؤثر فيه. هناك قصة، يعني خلني أذكرها على سبيل الترغيب، للفضيل بن عياض، يعني ذكرها بعض أهل العلم كابن قدامة أنه كان يعتدي على بعض الناس في التسلق وقطع الطريق، فسمع قارئ القرآن يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول كان سببا في توبته فتاب. فهذا فضل عظيم لمن يقرأ ولمن يستمع أيضا. نعم، جميل جدا دكتور، شكرا على التوضيح. ونسمع تساؤل أخونا علي، موجود معنا أخوي علي. أخوي علي تسمعني علي؟ طيب علي الظاهر ما يسمعنا. أخونا سالم تفضل تساؤلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله. سؤالي بخصوص أحيانا نكون في العمل فترة طويلة، أنا أحفظ تقريبا 10 أجزاء، وفي واحد عندنا موجود من الجنسية الآسيوية يعني يحفظ حوالي 15 جزء، لكن مخارج حروفه مش صحيحة، يعني هو يحفظ ما شاء الله عليه لكن مخارج حروفه مش صحيحة، يعني هل أم فيهم أنا يعني أفضل ولا؟ هذا السؤال، يعني مخارج حروفه أحيانا يعني أنت قصدك أخوي سالم أنه هو حافظ أجزاء أكثر منك لكن عنده النطق في إشكالية، هو مش عربي. أي نعم، فمن الأولوية له في صحيح. في الإمامة. دكتور عبد الله أعتقد تساؤل أخونا سالم. نعم، نعم. أولاً أهنيك على إقبالك للقرآن الكريم وحفظك لهذه الأجزاء، وأيضا أوصيك وصية محب إلى استكمال حفظ القرآن الكريم، لأن القرآن من أعظم النعم من الله جل وعلا على عباد، وهو رحمة. القرآن رحمة، القرآن فضل. وهذا الذي يقرأ من الجنسيات الأخرى حاول أن ترشده إلى أن يذهب في إحدى المساجد أو حلقات تحفيظ القرآن، ويعرض على أستاذ متخصص في إقراء القرآن حتى يبين له هذه المخارج وينطقها نطقا سليما، لأن قراءة القرآن لا بد أن يتلقاها الإنسان من قارئ حاذق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاها من جبريل، قال سبحانه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن من إعجازه أنه لا يؤخذ إلا من قارئ حتى يرى شفتيه وهي تنطق بالحرف ويعرف مخرج كل حرف، فتكون قراءته قراءة سليمة، ويدخل في قوله تعالى: إن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. كما تقدمنا من حق التلاوة الترتيل وإحسان مخارج الحروف على الوجه الصحيح الذي يتوافق مع اللغة العربية. نعم، جميل جدا، واضح جدا دكتور، شكرا لك سالم على وجودك وتساؤلك الله يحفظك. أنا عندي أيضا تساؤل، لكن قبل أحب أعلن عن مساحة يوم غد وضيفنا إن شاء الله الشيخ محمد سعوي بعنوان انتقاءات معرفية من القرآن الكريم. أنا رفعت التغريدة فوق، فما شاء الله 120 إنسان موجود معنا،
يعني أرجو منكم الريتويت والتفضيل للمساحة بحيث إنه يكون في يعني لجميع متابعيكم الكرام علم في موعد المساحة، وإن شاء الله ضيف يعني حيكون من خلاله فيه إثراء ونقل للمعرفة والعلم مثل ضيفنا اليوم الله يعطيه ألف عافية الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، إحنا يعني تعلمنا وأنت ذكرت أيضا في المحاور إنه قبل بداية القرآن يعني نقرأ لابد نتعوذ، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في يعني في أشياء أنا أشوفها بالنسبة لي أنا شخصيا غريبة، يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هل التعوذ بهذه الطريقة يعتبر شيء صحيح أم له وقت محدد؟ ممكن توضح لي هذه الجزئية؟ نعم، الصيغ هذا تتكلم سلمك الله عن صيغ الاستعاذة. نعم صحيح، صيغ الاستعاذة الصيغة التي عليها أكثر أهل العلم هي ما جاء في القرآن الكريم في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة هي المختارة عند أكثر أهل العلم. وهناك صيغ أخرى وردت في السنة النبوية، أعوذ مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها في بعض قراءاته في الليل، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وغيرها من الصيغ. فإذا اختار المسلم صيغة من الصيغ فلا بأس في ذلك، ولكن عليه أن يجمع بين هذه الصيغ، بين ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة النبوية، حتى يحصل له الاتباع للقرآن وللسنة. نعم. جميل جدا، شكرا للتوضيح دكتور عبد الله. ناخذ طلب مايك أخير، أبو سامي موجود معنا، ورحب بانضمام الشيخ ناصر الكتاني. حياك الله يا شيخ، السلام عليكم. ونشوف أبو سامي بس إذا تسمحوا لي، بس ما أدري هو موجود، عنده إشكالية أبو سامي في قبول المايك. طيب شيخ ناصر حياك الله، نسلم عليك شيخ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، نورتنا شيخ ناصر. أهلا فضيلة الشيخ، الشيخ عبد الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بالشيخ. الله يحفظك ويسعد مساءكم بكل خير وطاعة، وتقبل الله منا ومنكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء مع المتابعين والمشاركين، ومع مداخلتي أيضا فضيلة ناصر القطاني، رفع الله قدركم. وعلى المقدم الذي يقوم بجهد كبير المهندس، جزاه الله خيرا على هذا العمل، بارك الله فيه. آمين، بارك الله فيكم، شكرا لكم الله يفضل الشيخ على هذه المشاركة، وأنتم دائما سباقون لمثل هذه المشاركات، لا سيما فيما يتعلق بأداب حملة القرآن وأخلاق حملته، ولكم اليد الطولة في مثل هذا، فلا حرمكم الله جزيل الأجر وعظيم الثواب. السلام عليكم. ونحن أحوج الحقيقة كما قال ابن المبارك، نحن أحوج إلى كثير من الأدب، أحوج منا إلى كثير من الحديث التي في المقولة الشهيرة التي نقلت عن ابن المبارك، وأهل القرآن يعني هم أحوج ما يكونون إلى التخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: الذين يتلونه حق تلاوته، قال الذين يتبعونه حق اتباعه. فمن لوازم الاتباع كما لا يخفى على شريف علمكم التخلق بأخلاقه والعمل يعني مقتضاه، وأهل القرآن هم أولى من يتحلى بمثل هذا. وأفاض الشيخ الحقيقة في ذكر كثير من الحلل والآداب والأخلاق التي يحسن بحامل القرآن التخلق بها، كان لزاما علينا الحقيقة معاشر أهل القرآن، وكل مسلم أيضا يعد من القرآن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أوتروا يا أهل القرآن. ولعل الخطابة هنا يعني أهل الإسلام عامة الذين خصهم الله بإنزال القرآن، وأهله الذين يحفظونه ويتدارسونه ويتلونه ويعملون به ويعلمونهم، أولى أيضا من يتخلق بهذه الأخلاق. ولعل اليوم في هذا الموسم المبارك، موسم شهر رمضان،
يظهر وأيضا أثر القرآن على حملته في حسن التأدب بقراءته وتعظيمه وتوقيره من عدم التطريب وعدم المبالغة في تلاوته وحسن تجويده وتعظيمه قبل تلاوته وعرضه وإسماعه على الناس، لأن هذا الموسم العظيم موسم رمضان لا شك أنه يعني هو موسم القرآن، لأن الله اختصه بإنزال القرآن كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن سمات هذا الشهر العظيم أن النفس تقبل على تلاوة القرآن وتعلمه وتدبره وكثرة ترداده، ولنا في ذلك أسوة في بنبينا صلوات الله وتسليماته عليه، إذ كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. ولذلك تنشرح النفس لتدبر القرآن وتلاوته وتعلم آدابه وأحكامه والقيام به ليلا في صلاة التراويح والقيام والوتر. فكان حريا الحقيقة بالمسلم عامة وبأهل القرآن خاصة أن يفضوا إلى تعلم مثل هذه الآداب والأخلاق حتى تكون كالمقدمة لتوقير القرآن وتعظيمه. فإن الإنسان إذا بادر إلى الاحتفاء بالشيء وتوقيره تهيأ قلبه إلى القبول. ولذا جاء في معرض حديث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله سلمه الله ورعاه الحديث أو الإشارة إلى بعض الآداب كاستقبالي قبل تلاوة القرآن، يعني كاستقبال القبلة والسواك وتطهير يعني واتخاذ الطهارة الصورة والكبرى واستقبال القبلة ونحو ذلك، وما يتعلق بتوقير القرآن وتعظيمه، وكل ذلك يعني من جملة الآداب التي يحسن بحامل القرآن وقارئ القرآن أن يعتني بها. فلا أريد أيضا الإطالة أكثر مما يعني فعلت، لكني أشير إلى أن المتقدمون من أهل العلم خصوا هذا العلم بالإفراد في التصنيف والتأليف، ومنهم الإمام أبي بكر الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن، والإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله سلمه الله يظهر لي أنه وفقه الله لشرح هذين الكتابين أو أحدهما فيما أذكر، ولعله أيضا يفيدنا سلمه الله في الموضع الذي قد يجد فيه المستمعون والمشاركون هذه المواد، إما في موقعه أو على اليوتيوب أو ما شابه. فالله أسأل أن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعنا بعلمه، وأن يشكر له مشاركته في مؤسسة في ديوانية آيات عبر هذه المساحة الصوتية، وأبشركم أنها مسجلة، ومن أراد معاودة الدخول أو الاستماع فهي موجودة، وسيتم رفعها إن شاء الله على قناة آيات في اليوتيوب، وستلخص في اقتباسات يعني تنشر بعد إن شاء الله أقل من ساعة على حساب تويتر. فأسأل الله أن يجعل هذا من العلم الذي يبقى أثره ويدخر لفضيلة الشيخ عبد الله ولكل من ساهم في نشره. وأستبيحكم عذرا على الإطالة، وألقاكم إن شاء الله في مناسبات أخرى وأنتم على خير، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ناصر، شكرا جزيلا على المداخلة الطيبة، ونسمع تعقيب الدكتور عبد الله إذا حاب يتداخل. تفضل الدكتور، وبعدها ننتقل لأبو سامي مباشرة. تفضل دكتور. أقول جزا الله فضيلة الشيخ ناصر على هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات المسددة والتذكير المبارك، فبارك الله فيه ومتعه الله تعالى بالصحة والعافية ورفع الله قدره بكلام الله جل وعلا. أنا أعلق على مسألتين مهمتين في كلامه، وهي ما يتعلق بالاتباع
اتباع القرآن. المسلم يقرأ القرآن الكريم ويقرأ في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، ويقرأ أيضا كتاب أنزلناه إليك. الاتباع للقرآن الكريم هذا أمر ينبغي أن يستوقف عنده المسلم. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. ما معنى الاتباع؟ الاتباع هو العمل، الاتباع يورث العمل بالقرآن الكريم، ليس مجرد قراءة فقط وإنما تطبيق عملي، لأن العلماء يقولون الاتباع للقرآن يورث العمل، كما أن التدبر للقرآن يورث العلم، وهذا من القواعد المهمة المقررة عند أهل العلم. الاتباع يورث العمل والتدبر يورث العلم. والمسألة الثانية على وجه الاختصار أذكر نفسي وأذكر الجميع، وهو ما أشار إليه فضيلة الشيخ ناصر من أن هذا شهر القرآن. الله جل وعلا حكيم في شرعه وفي تنزل كتابه، فاختار له هذا الشهر العظيم لأن كلام الله جل وعلا ينبغي أن يستقبل بالطاعة والعبادة والقرب من الله جل وعلا. فشهر رمضان هو شهر تجليات الرحمة، هو شهر تكثر فيه الطاعة والإقبال على القرآن، فكان إنزال القرآن كأن الناس يستقبلون هذا القرآن الكريم في زمن فاضل وفي وقت انتشار الطاعة والعبادة والقرب إلى الله. هذا سر الاختيار في هذا الشهر الكريم، ليس من سائر الشهور، إنما شهر رمضان هو الذي تفتح فيه أبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار، فكان مناسبا أن يعظم هذا الكلام وأن ينزل في وقت تتجلى فيه الطاعة والعبادة من العباد، فيستقبل كلام الله تعالى بهذا الاستقبال العظيم. فالله تعالى قد عظم كتابه أيما تعظيم، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وجزى الله الجميع خيرا، وأخص بذلك المقدم فسعادة المهندس جزاه الله خيرا، والإخوة الذين شاركوا واستمعوا وتداخلوا، فمتع الله الجميع بالصحة والعافية وأعظم لهم الأجر والثواب. اللهم آمين. أشكرك دكتور عبد الله، وإذا تسمح لنا فقط، يعني احنا طبعا الوقت انتهى، لكن معنا على الستيج أخونا أبو سامي، يمكن عنده تساؤل وأنا حاولت أرفعه من يعني من منتصف المساحة، فتسمح لي ناخذ سؤاله وبعدها نختم. أقول لك شاكر ومقدر إذا وقتك يسمح. شكرا لك أبو سامي، يا ليت سؤالك كذا يكون باختصار ووضوح، تفضل. السلام معك أبو سامي، والسلام عليكم الجميع، وأشكر مجنن. آمين. بس اسمح لي أبو سامي، تفضل أبو سامي الله يحفظك سؤالك. بس أبي أسأل عن حديث إن كنت أسمعه يا شيوخنا كلنا. قول النبي اللهم صل وسلم كان بالمدينة، يقول طلب حرمة كانت لونها أسمر، قال قبلت صلاتك. قالت يا رسول الله أنا ما قريت. قال وش تقرين بالصلاة؟ قالت لقيتك سوادي وقبل ما بفوادي. هل الحديث صحيح ولا هذا سوادي؟ وشكرا للجميع، وتسلمون وبيض الله. ماذا من نسمع أصوات مشايخنا؟ ما سؤال فهمت السؤال؟ لا والله الصوت ما كان واضح لي أبو سامي، تسمح لي أفهم السؤال وارجع لك يا دكتور عبد الله. أبو سامي بس أعيد السؤال مرة ثانية وحاول تقرب المايك، الصوت شوي ما كان واضح. حمود حسين الله يعفو عنه وأنه عن كل مسلم عبد الله البليهت، كان درسون شيبان وشيبان يدرسون أهل حديث، يقولون النبي اللهم صلي عليه وسلم بالمدينة، يقول طلب حرمة نزل عليه الوحي، جيته قال قبلت صلاتك. قالت يا نزلت رسول الله نزلت حرمة وعليه الوحي وقالت له قبلت صلاتك، هذا الحديث. طلبها النبي وحضرت عند النبي اللهم صلي على محمد. قال ماذا تقرين يا حرمة؟ قالت أني أصلي وقول لقيتك سوادي يا الله وقبل ما بفوادي، يعني طهارة القلب. هل صحيح يا شيخ عبد الله ولا لا الحديث؟ والله شيخ عبد الله أنا ما فهمت السؤال 100%. هذا الحديث لا أعلم له ذكرا في كتب السنة، لأن أنا لا أعلم له أثرا في كتب السنة، ورب أنه من القصص والحكايات التي توضع في كتب الموضوعات وينشر على أنه حديث، فلا لم أقف عليه ولا أظن هذا يثبت، لأن من صيغته
أنه يقول اشتراك المرأة في الوحي وفي اللون وكذا. جميل جدا دكتور عبد الله، شكرا لك يا أبو سامي على سؤالك ووجودك معنا، وما شاء الله في معنا يا دكتور عبد الله في المساحة شخصيات رائعة، الشيخ يوسف الشويعي وأيضا الدكتور بندر شراري، حياكم الله جميعا. يعني ودنا إذا حابين تشاركوا معنا حول عنوان المساحة ومنكم نتعلم ونستفيد كلكم شاكر، إذا الشيخ يوسف حاب يكون موجود معنا والدكتور بندر، الله يسعدكم جميعا يا رب، أتمنى وجودكم إذا وقتكم يسمح أيضا. وما قصرت يا دكتور عبد الله، احنا يمكن اخذنا يعني من وقتك زياده، لكن انت عارف ما اخفي لك عندي طلبات مايك كثيره، فانا اتمنى انكم تعذرونا يا جماعه الخير لان الوقت داهمنا، لكن ان شاء الله نستضيفكم في مساحات اخرى ونستقبل اسئلتكم ايضا باذن الله تعالى. شيخ عبد الله اذا حاب تقول شيء في الختام، ختام هذه المساحه حول عنواننا اليوم، تفضل يا شيخ عبد الله قبل لا نختم. اريد ان اختم بمساله يسأل عنها الكثير، وهي ما يتعلق بقراءة القرآن من حيث الحذر والترتيب، أيهما أفضل يقولون؟ أختم وأقول الذي عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن هو فهمه والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، وهذا الأمر الذي اختاره ابن الجزري في النشر، ولكن أهل العلم قد اختلفوا في الأفضل في هذا، هل هو الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة. أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد على قولين لأهل العلم ساقهما في زاد المعاد، وقال والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة نفيسة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة، فالكل على أجر وثواب في هذا، سواء كان مرتلا يعني متأنيا في تلاوته متدبرا أو أنه قرأ بقراءة حذر، فالكل على أجر وثواب في هذا. وأيضا أحيي المشايخ الذين معنا في هذا، فضيلة الشيخ الدكتور بندر شراري وفضيلة الشيخ يوسف الجويعي، وأشكرهم على مشاركتهم معنا وحضورهم، وهم أيضا يستفاد منهم في هذا المجال، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم امين يا رب العالمين، وكل انسان موجود معنا شيخ عبد الله مرحب به وحياهم الله جميعا. نختم اذا الاخ احمد موجود معنا، اذا عندك مداخله في دقيقه. الله يحفظك اخوي احمد. شيخ احمد تفضل. السلام عليكم اخوي احمد. الله تعالى وبركاته صوتي. وعليكم السلام. اي نعم واضح اخوي اخي الكريم تفضل. انا لي مداخله، ولا احب يعني اتحدث او استفرد بحديث بين يدي المشايخ، شيخنا الشيخ عبد الله الشتري وبعض أصحاب الفضيلة المتواجدين، لكن ينبغي أن يشير شيخنا أو تساؤل، أحب أن أسميه تساؤل وليس أقول على سبيل أنه ينبغي، وإنما أتمنى من شيخ أن ينبه على هذه النقطة، وهي بارك الله فيكم أنه لا يقصد بتعلم كتاب الله عز وجل التوصل إلى أغراض الدنيا وغيرها، وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يتغنى يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فهذه النقطة أحب أن تكون هي مسك الختام، وأشكر لكم حسن إنصاتكم وأسف على أخذ وقتكم، بارك الله فيكم. شكرا لك أخي الكريم. دكتور عبد الله حاب تعقب شيء تفضل. وكما تقدم الكلام فجزا الله الشيخ أحمد على هذه الإضافة، لكن كما تقدم قلنا إن قراءة القرآن عبادة، والعبادة مأمور فيها بالإخلاص لله جل وعلا وابتغاء وجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالمسلم الذي يقرأ القرآن يرجو به ثواب الله، ويرجو به أن يكون من الخيرية من أهل الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم قراء القرآن.
قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية خيرية خاصة، لأن مجموعة الأمة كلهم خير، كما قال تعالى: كنتم خير أمة، لكن خير الخير هم أهل القرآن في هذا الأمر. فالذي يقرأ القرآن يجدد النية على الدوام في إخلاصها لله جل وعلا. وأذكر أن راوي الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي ليلى السلمي هو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذكر ابن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث أنه جلس من أول خلافة عثمان إلى نهاية إمرة الحجاج بن يوسف، هي قريبة من 40 سنة. ولما سئل عن هذه المدة قال: الذي أقعدني هذا الحديث الذي رواه، بمعنى أنه يعمل به، يريد أن يكون من أهل الخيرية في تدريس القرآن الكريم. فإخلاص النية يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، وكما يقول أحد السلف سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فالمسلم يجدد نيته على الدوام أن تكون خالصة لله. نسأل الله أن نكون والمسلمين جميعا كذلك. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا أخونا أحمد، وشكرا لك دكتور عبد الله، يعني ما قصرت وعطيتنا من وقتك وعلمك ومعرفتك، أسأل الله أن يكتب أجرك. وأحب أذكر المستمعين الكرام اللي شرفونا في المساحة بتذكيرهم بمتابعة حساب مؤسسة آيات الوقفية. غدا بإذن الله تعالى ضيفنا الشيخ محمد السعوي الساعة 11 بتوقيت مدينة الرياض، بعنوان انتقاءات معرفية من القرآن الكريم. فياليت تفضيل ريتويت، أكون لكم شاكر ومقدر. وأيضا شكر خاص جدا لراعي ديوانية آيات الماجد للعود، رفعت لكم تغريدة خاصة للماجد للعود، أتمنى أنكم تزوروا حسابهم وتطلعوا على عروضهم، خاصة حين في شهر رمضان والعيد مقبل بإذن الله تعالى. أخيرا يا دكتور عبد الله، يعني أنا باسمي وباسم كل القائمين على مؤسسة آيات الوقفية والشيخ ناصر، شكر خاص جدا 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 على وجودك وطرحك الرائع والراقي، تعلمنا منك، وإن شاء الله في مساحات قادمة وفي مواقف أخرى نلتقي دائما على خير. دكتور عبد الله، الله يرفع قدرك ويكتب أجرك يا رب. جزاك الله خيرا، وجزا الله الجميع الأجر والثواب، ونلتقي بكم في لقاءات أخرى، ونحن وأنتم والجميع في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. بإذن الله تعالى دائما نلتقي على خير، ونكون يد واحدة في نشر الخير والعلم والمعرفة بإذن الرحمن الرحيم. أذكركم أخيرا في الختام بمتابعة حساب مؤسسة آيات الوقفية، تفعيل الجرس. ترى على فكرة تغريداتهم ما فيها إزعاج، يعني لو فعلت الجرس دائما تجيكم تنبيهات عن مساحتنا. مساحتنا بكرة يهمنا وجودكم معنا، أيضا نتشرف بوجودكم وباستماعكم. أذكر أن هذه المساحة مسجلة إن شاء الله، بعد إغلاقها لو زرتم حساب المؤسسة تلقوا كذا في رابط فقط تشغيل التسجيل، مجرد أنكم شغلتوا تسمعوا أول نصف ساعة تحدث فيها الدكتور عبد الله حول عنوان اليوم اللي هو أخلاق وآداب القراء. الله يسعدكم جميعا، تشرفنا بوجودكم، أعتذر إذا كان في أي تقصير. أختم بالعد التنازلي وبعدها كفارة المجلس بإذن الله تعالى. فعشر ثواني بإذن الله نغلق المساحة. فعشرة، ثمانية، ستة، أربعة، اثنين. أذكركم بالتغريدة اللي فوق يا جماعة، ريتويت تفضيل وبمتابعة حساب المؤسسة. شكرا من القلب دكتور عبد الله، الله يكتب أجرك يرفع قدرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعناكم الرحمن، نلتقي على خير بإذن الله تعالى.